النهارده انا رايح افاجئ واحد من اعز اصحابي، لان انا كان في كذا حد من الناس اللي هم اللي انا بحبهم قوي، كانوا بيعملوا حاجات حلوه قوي في حياتهم وانا ما كنتش موجود فيها، فانا عايز اعوضهم عن عدم وجودي بان انا هعمل مفاجاه ليهم وهما مش موجودين. فمش عارف هيفرق معاهم في اي حاجه زي دي، بس عشان يبقى اسمي عملت الحاجه ما احسش ان انا يعني ما كانش لي اي دور. فاهم قصدي؟ قبل ما اروح المشوار بتاع صاحبي ده، انا عند مش عارف هو باين لكم هنا ولا لا، تكنولوجي مول، مش عارف باين ولا، طبعا الشمس هنا مدمره الدنيا. انا رايح لتكنولوجي مول لان اللابتوب بتاعي باظ ولازم اصلحه، فسيبه يتصلح. في حد في تكنولوجي مول هنا اسمه محمد العسلي، يعني زي شركه اسمها العسلي، بصراحه ما بيظبطوا الابل، حاجات الابل ما كنتوش جامد. قالوا لي عايز تستنى لحد ما يبوظ خالص وتجيبه لنا قشطه، او لو عايز ان انت تصلحه دلوقتي. قلت له لا استنى لحد ما يقف خالص. وقف. السلام عليكم. ده انا جاي على مدى مش قايل لحد هو حازم هنا؟ الف مبروك يا حزوم. بص يا جماعه، حازم عامل حاجه لذيذه قوي، انه قرر، انت طبعا اكيد لو عارف يعني بتشوف الفيديوهات بتاعته هتبقى عارفين، حاول يعمل مكان كده اللي هو يجمع بين اللي هو زي يبقى مكان لو انت عايز تذاكر او عايز تيجي تشتغل او ايا كان، وفي نفس الوقت بيجمع اي ناس اللي هم كرييتيفز، يعرفوا الكرييتيفز اي حد بيفكر يعمل اي حاجه، اي حاجه فيها اي ابداع في الحياه ايا كانت ايه، بيجي المكان هنا هيلاقي ناس شبهه كتير، وفي نفس الوقت عمل حاجة لذيذة قوي، تفكير ماركتينج وتسويق صايع، انه خلى البراند بتاعه اللي هو استبرق يبقى هو زي الوسيط اللي بتجمع الناس المبدعين دول. فانت خلاص بقى استبرق بالنسبة لك، مش مجرد بس براند يبيع لبس. وطبعا هو ده اللي حازم عايز يعمله اصلا، فيعني فكر حازم اتنقل لاستبرق وطبعا وصل للناس، فالمكان لذيذ. انا جيت عامة يعني عشان اقوله مبروك. انا عارف ان هو ما كانش يعني هيبقى موجود، او احتمال كبير ما يبقاش موجود لان امبارح كان الافتتاح، بس المكان هيبقى لذيذ قوي. وانا اظن لو جيت هنا انت هنا the man behind the brand. انا ما كنتش عارف ان انت موجود. كنت جاي تعمل ايه؟ كنت جاي اعمل لك مفاجاه وتلاقي الفيديو نزل وانا والله بالظبط جدا. اوكي، هو احنا يعني انا كان دايما حلمي انه يبقى عندنا يعني سبيس يجمع الناس الغريبه. اوكي. الناس يعني الشخص الغريب يخش يحس انه مش غريب. الينز مش لازم الين بيردز، الينز عامه. الينز عامه. ايوه. وفي حالتك انت بيرد. ايوه بالظبط. فكان دايما عندي فيجن ان يبقى في مكان اخش الاقي ناس بتشتغل، شغالين على بروجكتس، على حاجات كرييتيف، على مش عارف ايه، ويبقى في المكان اللي الناس تقدر تشتري منه البرودكتس اللي انا بعملها واللي غيري بيعملها، ويبقى في كولابوريشن. يعني انت كمان ممكن تحط حاجات مرشندايز او ايا كان لناس ثانيه. هنعمل ايام لده، يعني هيبقى في ايام معينه مخصصه ان اي حد يجيب البرودكتس بتاعته. اوكي. بس احنا نفسنا كستوبرك بنكولابوريت مثلا مع ديزاينرز ان احنا نعمل حاجات مع بعض مثلا، فاهم؟ يعني فكره رهيبه. لا فكره رهيبه، لان انت اللي هو يعني خليت استبرق، حرقت اللي انا كنت اقوله في الفيديو. خليت استبرق بقى براند اللي هو زي هاب بتاع كرييتيفز، ما بقاش اللي هو انا عايز اللبس طب اروح اجيب من استبرق، لا انا عايز استبرق ياخدني كده كلي على بعضي. بالظبط. ده اللي انا لعبه تحفه. طب مين ال زد بنت بجد؟ السلام. طب ممكن اسلم عليها؟ يلا. Check the mic and make sure it sound right, boys. حازم شكرا قوي، كنت المفروض انا اللي عامل لك المفاجاه، بس يعني باين لكم كده ولا لا؟ دي الهودي اللي حازم مديها لي، فاجئني بدل ما انا رايح افاجئه فاجئني هو. شكرا قوي يا حازم والف مبروك، ان شاء الله هتبقى فاتحه خير عليك. معلش انا ما رحتش الافتتاح،
بس يعني غصب عني كنت خايف خوف رهيب. ورغم كده اول ما شفتك رحت حضنك اللي هو بص منافق واحد منافق، بس يعني ان شاء الله خير ربنا يستر. اهم حاجه امبارح بس ما تكونش حضنت كل مصر، انت عارف ان المكان كان زحمه قوي. حبيبي يا زوم، شكرا يا جماعه قوي ان انتوا رحتوا معايا النهارده المشوار ده، وان انتوا فاجئتوا حازم لانه انتوا مش متخيلين اتبسط ازاي، فهو برضو بيشكركم. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام. It sound right, boys.